الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، في الحقيقة كنت حريص على أن يكون تكريم الشيوخ ورموز المحاماة في المنصورة الدقهلية أمام الجيل القادم للمحاماة، أطياف معهد المحاماة الجديد، لنخلق علاقة جديدة في التواصل والاتصال، وأيضا في تقديم القيمة التي ندعو أبنائنا أن يكونوا عليها، هذه القيمة في الأساتذة الذين نكرمهم اليوم، فهم بالنسبة للمحاماة رموز، عاشوا في دائرة هذه المحافظة وتلك المحكمة، أعطوا وأبلوا بلاء حسنا فيها، فكانوا نعم المحاماة ونعم الرسالة التي أدوها. أصرت أن يكون حضوركم لتكريم هؤلاء هذه الأجيال درسا لكم في المحاماة، درسا عمليا في النموذج، درسا عمليا في القيمة، درسا عمليا في الرسالة التي نتحدث عنها. رأينا أن نؤكد حضراتكم أبنائنا الجدد أن المحاماة ليست وظيفة وليست حرفة وليست مهنة كأي مهنة، المحاماة كما أقول دائما وأشدد رسالة، رسالة لمن يؤمن بها ويعتنقها ويعتنق تاريخها وأعرافها، رسالة للدفاع عن كل القيم الكلية المجتمعية، رسالة للدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، دفاع عن العدل، مواجهة الظلم والعدوان والبغي، رسالة من الاحترام، رسالة من العلم والمسؤولية، رسالة لنجدة المظلوم، رسالة لنجدة المجتمع إذا اقتضت الضرورة أن نتدخل لندافع عن هذا المجتمع فلنتدخل. هذه الرسالة كما قلت وكنت ودائما أؤكد في كل لقاءاتي أثناء حلف اليمين أنها رسالة تحتاج منكم أن تؤهلوا أنفسكم من أجل أدائها ومن أجل تحمل مسؤوليتها. وكنت أقول في عبارات مختصرة وأكررها اليوم، أنتم مسؤولون ونحن معكم على تعليم أنفسكم وتثقيفها وتنويع ثقافتها، فلا يكتفي منكم المتعلم بالثقافة القانونية، لأننا إذا أردنا أن نتميز فعلينا أن نبحث عن الثقافات المجتمعية كلها، نقرأ في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الرياضة وفي الفن وفي كل فروع المعرفة الإنسانية من أجل أن نضيف ملكات جديدة لملكاتنا في أداء رسالتنا بالمحاماة. فالقانون وحده لا يكفي، لا يكفي لكي تتميز في المحاماة ولكي تؤدي فيها. أيضا من مقتضيات هذه الرسالة أن تحافظ على مظهرك وأن تحافظ على واجهتك الاجتماعية في مواجهة الآخرين. لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن أقبل كنقيب للمحامين أن يكون المحامي في مظهره أقل شأنا من القاضي ومن وكيل النيابة، لأنها مسؤولية عليكم وعلينا، إن لم ندركها ضاعت منا قيم كثيرة وسقطت منا قيم كثيرة، ضاعت قيمة الاحترام، لأننا عندما ندعو للاحترام ندعو لاحترام أنفسنا أولا، واحترام النفس هو الذي يبث كل الاحترامات المطلوبة من الإنسان، هي القيمة الكلية. الاحترام لا يعني أن نقصر احترامنا على الكبار وعلى المسؤولين وعلى المتميزين وعلى الأثرياء، لا،
قيمة حقيقية للاحترام أن تحترم الصغير قبل الكبير. احترامك للكبير فقط، للمسؤول فقط، إذا اقتصر عليه دون الآخرين كان رياء وكان نفاقا وكان قصورا منا في تحمل المسؤولية. أنت ملزم أن تحترم أصغر العاملين في المكان الذي تعمل فيه، في مكتبك أو في المحكمة أو في قسم الشرطة أو في أي مكان، لأنك عندما تحترم الصغير تحترم نفسك، وعندما تحترم نفسك سوف تجبر الآخرين على احترامك. هذه القيمة هي التي يجب أن نؤكد عليها في كل حديث، وأؤكد عليها في كل حديث، أن تكونوا أبنائي لديكم مقدرة على أن تفرضوا احترام الآخرين لكم باحترامكم لأنفسكم. بهذه القيمة نستطيع أن نقول أننا في حالة استعداد لبناء جيل جديد من الخلف، للسلف الذي تعلمنا على يديه طوال سنوات مضت، ولمن نعصر منهم الأجيال التي نكرم بعضهم اليوم، ربما لا يكون تكريمنا اليوم لكل المحامين، لكل المحامين المستحقين للتكريم، وإنما قد يكون مرحلة من مراحل التكريم تقبل الزيادة والتزيد والوصول إلى الدرجة الحقيقية في تكريم كل من يستحق التكريم فينا حتى لو كان صغيرا، لأننا نحتاج أيضا إلى تكريم المتفوقين المتميزين المؤدين الملتزمين بسلوك المحاماة، أن نخلق حوافز جديدة في التكريم. هذه الحوافز هو أن نقدم للشباب ما يمكن أن نقدمه من دعم إذا أثبت الكفاءة والقدرة على استيعاب رسالة المحاماة. نحن في حاجة إليكم، لأننا في حاجة إلى محاماة متواصلة، المحاماة حالمنا التدفق، لا نقبل لها الانقطاع، ولا نقبل أيضا الدخول عليها لكي تتآكل أو لكي تسقط أو تنهار. عندما كنا ندافع أو كنا نتحدث عن تنقية جداول النقابة، كنا نحاول تحرير نقابة المحامين من احتلال من بعض أصحاب بطاقات العضوية الذين يحملونها شكلا ولا يمارسون المحاماة عملا. ماذا كان يفعل هذا المحتل؟ هذا المحتل كان يشارك المحامي المشتغل في كل موارده التي يأتيها إلى نقابة المحامين، يشارك هذا غير المشتغل، يشارك المشتغل في أتعاب المحاماة وفي دمغة المحاماة التي تؤدي إلى المعاش والتي تؤدي إلى العلاج والتي تؤدي إلى كافة الإنفاقات النقابية التي تؤديها، شراكة غير مستحقة، غير مستحقة. لذلك كانت قضية تنقيط الجداول هي قضية مواجهة احتلال. احنا نجحنا في ان احنا نحرر وطننا الصغير نقابة المحامين من احتلال كان ينال بعض اجزائنا وكان يستولي على بعض مواردنا وعلى بعض مدخراتنا علشان يستأثر بيها دون المحاماة ودون المحامين. دي كانت المعركة بمنتهى الوضوح. معركتنا حتى في التعليم المفتوح لم تكن معركة طائفية ولا معركة طبقية ولا معركة اجتماعية، إنما كانت مرحلة الدفاع عن النفس. كما قلت في المحكمة وقلت في كل مكان، نحن نقدر كل الطوائف الموجودة في المجتمع سواء كانوا في التعليم المفتوح أو في غير التعليم المفتوح، لكن ليس بالضرورة أن يخلق نظام تعليمي أنا أرى أنه فاشل لتحتل به نقابة المحامين بسهولة. قناة هي كليات الحقوق في مصر نضبت عضويتها أو أبنائها أو طلابها؟ لا، ده في آلاف مؤلفة. أنا كنت مع سيادة العميد صباحا، 5000 طالب في السنة الأولى، 5000. طب ما ننقي دول، ما نعلم دول، ما نركز على دول، أجيب لهم تعليم مفتوح ليه؟ أنا محتاج أجود دول، محتاج أركز في تعليم هؤلاء هذه الأجيال اللي خدت مراحل التعليم المختلفة علشان المجتمع يتحمل فعلا مسؤوليته، علشان المجتمع فعلا يستفيد من كلية حقوق ويستفيد أيضا من المحامين. لكن للأسف الشديد كان التعليم مفتوح بيرجي يفرض نفسه. هو ينفع
اللي أقام الدعوة ضدي واحدة تطريز، واحدة دبلوم تطريز، خياطة. وإحنا في نقابة المحامين محتاجين كفاءات في الخياطة وفي الصرف الصحي وفي العمارة وفي النجارة المسلحة؟ لا، إحنا مش عايزين ده. هو مطلوب من المحامين، هو ينفع أقول للمحامين عايزين نشغلهم طيارين ونوديهم يشتغلوا في الطيران، أو المهندسين يشتغلوا في الزراعة، مهندسين المباني يشتغلوا في الزراعة، أو مهندس البترول يشتغل في الـ في الـ في الـ في المحاماة؟ لا، دي تخصصات. إذا أنت عملت نظام للتعليم الخاص التأهيلي المجتمع علشان تثقف الناس، مش بالضرورة ترمي عليا في نقابة المحامين. اللي حدث محاولة لإلقاء عبء اجتماعي على نقابة المحامين، استسهال، ناس استسهلونا. أحد أصدقائي كان عميد لكلية حقوق اسكندرية، وكان زعلان إن إحنا ما قبلناش في سنين، يعني إحنا ما بنقبلش دفعات التعليم المفتوح. فبيقول لي يعني يا سيادة النقيب، إحنا دي ناس واخدة امتياز، دي ناس واخدة جيد جدا وامتياز، إزاي ما بتاخدوهاش في نقابة المحامين؟ قلت له عندك كام واحد امتياز؟ قال لي 5 أو 3 حاجة كده. قلت له تقدر تعين دول في الجامعة معيدين؟ قال لي لا. قلت له اشمعنى نقابة المحامين؟ هو احنا الحيطة المائلة بتاعتكم؟ هو انت تعمل فلوس وتعمل مدخلات وتعمل نظام خاص وفي الآخر ترمي علي انا في النهاية؟ هو انا الحيطة المائلة للمجتمع كله؟ لن تكون نقابة المحامين حيطة المائلة لأي حد مهما كانت الظروف وتحت أي عنوان. تحت أي عنوان واحد يقول لك يا أخي هو فيها إيه يا أخي؟ حرام. حرام إيه؟ حرام إيه؟ دي ناس هتيجي في العقد الرابع والخامس من العمر عشان تلتحق بنقابة المحامين، فتدخل على نظام العلاج بتاعك تفترسه، تفترسه وتضيعك وتضيع حقك وحقي. مدخراتك اللي موجود في نقابة المحامين مدخرات سنين شارك فيها كل المحامين المشتغلين، مش مدخراتك الآن، مش دخلك الآن، ده دخل متراكم. مش دول أصحابه. كيف يشاركوني فيما ادخرناه طوال السنوات الماضية؟ هذه هي القضية، مش قضية تعنت ولا قضية نظرة متعالية أو متكبرة. لا لا لا، لا نقصد هذا مطلقا، وإنها قضية دفاع عن النفس، دفاع عن المال، دفاع عن الشرف والعرض. إحنا بندافع عن شرف وعرض نقابة المحامين من أن تنتهك من أي متدخل فيها. دي قضية حقيقة إن إحنا نمارسها. النهاردة نقابة الأطباء بتقول إحنا مش قادرين ناخد طلبة كليات الطب في التعليم الخاص اللي ما عندوش مستشفيات. من حقهم، من حقهم، مش من حق حد يرسم نظام تعليم ويلقيه في وجه المجتمع ويطالب النقابات المهنية إنها تستقبل وتعين. احنا مش بنوظف حد في نقابة المحامين، احنا بنؤهل اعضائنا في سوق حرة للمحاماة. المحاماة سوق حرة للعمل بس للمشتغلين. هي دي القضية وهي دي المعركة اللي احنا خضناها، او المعارك اللي احنا خضناها. ما كناش بنخوض معارك طرفية، وما كانش بس معانا مجلس النقابة في المعركة، لا، انا اللي كان معايا وكان سند ظهري بشكل حقيقي المحامين المشتغلين. صحيح ما كانش صوتهم عالي، صحيح ما كانوش بيتكلموا على الفيس ولا التواصل الاجتماعي ولا المجتمعي، لكن انا عارف كويس انه المحامي المشتغل صاحب حق. واحنا رغم قلة عددنا بالنسبة لغير المشتغلين، لو انتوا حسبتوها اصوات انتخابية احنا اقل، لو حسبتوها بالصوت العالي احنا صوتنا اقل، ومع ذلك لان احنا اصحاب حق كنا احنا الصوت الاقوى. احنا اللي انقذني، اللي دافع عني في المحكمة، هو حضور المحامين ومتابعة المحامين ليا. انا كنت مدرك ان كل المحامين اللي حضرت دي عندها استعداد تتحبس، ولا يحبس نقيب المحامين ساعة واحدة ولا يوم واحد. انا كنت مدرك ده كويس، وده السبب اللي اداني شجاعة المواجهة. هي دي محاماة. انا حاسس اني في حضن المحامين، وان المحامين عايزة تدافع عن نفسها، وعايزة ايضا اللي يمثلها يدافع عنها ويدافع عن استحقاقاتها ويدافع عن مكتسباتها، ما يفرطش فيها لأي سبب.
انتخابي ولا سبب انتهازي. حتى الذين يتحدثون عن سيادة القانون واحترام أحكام القضاء مع عيني وراسي كل هذا الكلام تماما، لكن في فرق بين أن تتمسك بحقك لأنك صاحب حق، فرق أنك تتمسك لأنك انتهازي، تبحث عن موقف انتهازي، عن حزبة انتهازية. الذي يتمسك الآن بهذه العناوين هو بشكل انتهازي يتمسك لمصلحة خاصة الآن، انتخابية أو غير انتخابية، أو لشخص الآن أو في مكان محدد. لكن إحنا أصحاب مصلحة عامة، أصحاب مصلحة المحاماة، إحنا بندافع عن المحاماة الأمس واليوم وغدا، بندافع عن كل المراحل دي علشان ما نفرطش في رسالتنا وما نفرطش في نقابتنا مهما كانت العناوين. في معركة قانونية هنكملها، بس مش هنسلم. دخلنا في معركة تشريعية وهنعدل بإذن الله قانون المحاماة علشان نضيف ضمانات جديدة للمحاماة وللاشتغال الفعلي، مش علشان نفرط في نقابة المحامين. لأنه الناس لازم تدرك المحاماة النهاردة حتى مجتمعيا هي مؤسسة دستورية. يا اخوانا، وانا اقول لابناء الشبان الجدد المحامين المعهد، لاول مرة في دساتير العالم مش في الدستور المصري، يبقى في فصل اسمه المحاماة. دي قيمة، معناه ان المجتمع ينظر الى المحاماة بقيمة دستورية عليا، بمستوى اعلى، برؤية اعلى. لأول مرة يتنص في الدستور يتاخد عنوان قانون المحاماة عشان يبقى مادة أساسية في الدستور، في المادة 198. المحاماة مهنة حرة في الدستور، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي على استقلال، ويتمتع المحامي بما فيه محامين الإدارات القانونية بكافة الضمانات الموجودة في الدستور الآن أمام المحاكم، ويمتد أثرها إلى جهات التحقيق والاستدلال. لما يديني هذه الحماية الدستورية النهاردة، ده معناه أنه الدستور مؤمن بقيمة المحاماة ومؤمن بأهمية المحاماة. ده مش بس كده، ده المادة 98 قالت أنه كفالة حق الدفاع شرطها استقلال المحاماة ودعم المحاماة عشان يبقى فيه كفالة. يعني الكفالة الدستورية لن تتحقق إلا بالمحاماة، لن تتحقق إلا بالمحاماة المحترمة، المحاماة المستقلة، مش المحاماة بالكرنيه، مش المحاماة لغير المشتغلين، مش المحاماة الرقمية، إنما المحاماة الحقيقية، المحاماة الكيفية. علشان كده إحنا خدنا المعارك بندافع عن نفسنا، ومعانا ظهير، ومعايا ظهير المحامين المشتغلين اللي أنا بنتصر بيه في كل المعارك اللي بتواجه المحاماة والمحامين، علشان عندنا دستور بيمثلنا وبيكرمنا وبيعزز دورنا، فلازم احنا كمان نبقى قد المسؤولية، وما نسمحش لدخلاء يفسدوا على المحاماة قيمة المحاماة. في يوم من الأيام، يمكن مش النهاردة لكن بكرة ممكن، بعده ممكن. لذلك مهم جدا ان احنا نتمسك بحقوقنا. الحصاد اللي احنا عملناه في المعركة المحدودة دي حصاد متراكم اقتصادي ضخم في معدلات نقابة المحامين. لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يبقى عندنا فائض سنوي في الإيرادات عن المصروفات. لأول مرة في النقابة وفي صندوق المعاشات، لأول مرة يبقى عندنا فائض تجاوز 600 مليون جنيه حتى الآن، فائض في الودائع موجودة في البنوك 600 مليون، ما كانش ده موجود. الفائض ده إيه؟ الفائض ده هو فائض أدائك، أوزعه على غير المشتغلين، أفرقوا ولا حافظ عليه لكم؟ لازم، هو ده اللي احنا قصدناه. دخلنا في مرحلة زيادة المعاشات وزادت القديمة وزودناها بنسبة 30% أو 40%. الجديدة النهاردة بقت حتى الأقصى 2000 قابلة للزيادة 5% سنويا على طول كل سنة. معاش الدفعة الواحدة قائم وبينفذ، العلاج تضاعف شخص العلاج، كان الحد الأقصى السنة اللي فاتت 25000 جنيه، النهاردة 50000 جنيه. الكلى كنا بندفع فيه 50000 جنيه دعم، دلوقتي بندفع فيه 150000 جنيه. الكبد، الكلى كنا بندفع 25 بندفع 100000 جنيه. النهارده الامر اختلف. النهارده الحاله اختلفت، لان انا في النهايه
لازم أعيد توزيع موارد نقابة المحامين على المحامين المشتغلين، على المحامين اللي يستحقوا أنهم ياخدوا مواردهم ويستحقوا أن مواردهم تنفق عليهم، إنما مش أمام أي جهة أخرى، مش لأي حد، لن نفرط أموال المحامين لأي حد. هذه هي المعركة باختصار، هي معركة دفاع عن النفس، لا ما هي معركة وجهة ولا معركة منظرة ولا معركة خلاف في القانون ولا خلاف في حكم، لا، في فرق بينك تدافع عن نفسك وفرق بينك تتكلم على حدود الالتزام. الدفاع الشرعي في أصله مخالف للقانون، لكن الفطرة القانونية الجديدة جعلت من الدفاع الشرعي أداة حماية تحفي صاحبها من العقاب، انك وانت بتدافع عن نفسك من حقك تموت كمان، انت بتدافع مش كده؟ هل الدفاع الشرعي عن النفس والمال والشرف، كل دي حقوق احنا متشبثين بها. احنا في هذه الحالة، المحاماة في حال الدفاع شرعي مستمر من اجل ان نحافظ على ابنائنا المحامين ومستقبلهم القادم، علشان ولادنا اللي جايين دول يمكن اللي احنا بنعمله من مميزات النهاردة يمكن احنا ما نلحقش نستفيد منها، لكن بالقطع المشروعات القادمة اللي موجودة وتعدها نقابة المحامين المستفيد الاول فيها كل الاجيال اللي جاية دي، عشان نسلمها شيء يستحق تقدير ويستحق الاهتمام، علشان يدوا اكتر للوطن، لان المحاماة مش وقف على ادائنا المهني، المحاماة انت جزء هام في المجتمع، انت جزء متحرك في المجتمع، صاحب رؤية، صحيح مش رؤية حزبية، صاحب رؤية قومية في العمل. احنا في النقابة ممنوع علينا ان احنا نمارس العمل الحزبي، يعني ايه ممنوع؟ احنا ما نقدرش نتبنى رؤيتنا الحزبية ونقول هي دي رأي المحامين، لا ينفعش. علشان كده لما جت قضية زيارتي للرئيس السوري بشار الاسد، بعض زعل، بعض الفساد قالت ازاي الرجل المذبحة اللي عمل واللي، طب يا اخوانا تعالوا بس نقرا الموضوع ببساطة. سوريا الآن في مواجهة داعش، أبقى مع مين؟ سوريا الآن في مواجهة قطر والكويت، قطر وتركيا وإسرائيل وأمريكا، أبقى مع مين؟ لو خيرت بين سوريا وبشار الأسد في كفة وبين إسرائيل وأمريكا وتركيا وقطر وداعش في كفة أخرى، أختار سوريا. أختار سوريا على طول. لا هي محتاجة تحليل ولا محتاجة فلسفة، لما تبقى القضية متعلقة بشأن داخلي، لا أنا منحاز للحريات العامة، منحاز، وده اللي خلانا ناخد الموقف العام. حتى لما بدأنا النهاردة نتكلم على التعديلات الدستورية، البعض يقول لك لازم نخدم محمد طلع بيان، مش هطلع بيان، إنما هكلف النقابات المختلفة إنها تشكل لجان الاستماع. أنا مش ملزم أقول أنا برفض، ومش ملزم أقول أنا معه، إنما أنا هقول اللي أنتوا عايزينه. هنعمل لكم لجان استماع في كل مكان في مصر علشان تناقشوا بحرية، اللي معاها كلها، اللي ضدها كلها، اللي مع بعضها وضد بعضها يقول. احنا ما عندناش حاجة نخاف منها ومحدش خوفنا، احنا هنقول رأينا بحرية وبمصداقية، مش هنتراجع، لأن احنا فاهمين كويس ما وضع أقدامنا، وفاهمين أيضا أهمية المعركة الآنية اللي احنا فيها، معارك المعركة الإرهابية اللي احنا، الحالة الإرهابية اللي احنا فيها. احنا مصر بتتعرض لأكبر ضغوطات إرهابية موجودة في أي دولة في المنطقة، أكبر ضغوطات هو اللي بيحصل في سيناء ده، هين سيناء الآن الذي يحدث فيها، هين الذي يحدث فيها إرهاب بيستغرقنا وبيمتصنا وبيضيع علينا حقوق كثيرة وبيضرب لنا السياحة. هو اللي حصل في الضرب الأحمر، ولا حصل في الجيزة، ولا اللي حصل في قبل كده في طنطا أو في غيره أو في اسكندرية، وده مش بيضيع على المجتمع فرص. احنا لذلك احنا ايضا من غير اي مهاربة، نقابة المحامين في مواجهة الارهاب، نقابة المحامين مع الدولة المصرية في مواجهة الارهاب حتى يستقصر، لا فصال في هذه القضية، لا فصال، نختلف نتفق نزعل نتقمزل الحاجة غالية الاسعار مش عارف ايه، كل ده صح، من حقنا نقول، بس مش من حقنا نفرط في البلد ونسيبها للارهابين، لان احنا مش هتضيع مننا كلنا، هتضيع من المجتمع كله من كل اطرافه. علشان كده نقابة المحامين هي صاحبة الدور الواعي الواحد للوطن اللي الناس كلها بتنتظر رؤيتها وبتنتظر عقلها وبتنتظر أدائها وبتنتظر دورها وبتنتظر حركتها وحركها
علشان كده انا كل طمع في انه ابنائي دول يبقوا وهم بيحملوا لقبه المحامين يحملوها وهم بيفخروا انهم حملوا من اسلاف ادوا ما عليهم ليسلموها لاجيال قادمه تؤدي ما عليها. هذه هي المحاماه التي نريدها ونبتغيها وندعو اليها. عاشت المحاماه لنقابه المحامين وعاشت نقابه المحامين للوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.